شيخ، تكثر الأسئلة حول البر وصلة العم والعمة والخال والخالة، والإشكال أحيانا والتساؤل الذي يكون: من الأولى، الخالة أم العمة؟ وأيضا هل هناك فرق بين الخالة والعمة والعم والخال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا يختلف فيه أن الأم أولى بالبر من الأب، وأن الله عز وجل قد أعطى ثلاثة أرباع البر، وجعل الله عز وجل للأب ربع، ومن أدلى بجهة الأم من جهتي الأصل فيه أنه أقوى في الصلة مما كان مدليا بجهة الأب. هذا من جهة الإجمال. وأما من جهة التفصيل، فنقول من أدلى من جهة الأم من الإناث فهو أولى ممن أدلى من جهة الأب من الإناث. ولهذا نقول إن الخالة أحظ بالبر من العمة، وأن العم أحظ بالبر من جهة الخال. ولهذا نقول: وفي كل حق في الصلة، فالخالة مقدمة. وقد جاء الدليل على ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وجاء ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره. وأما بالنسبة للذكورة، فإن الذكورة يقال يقدم العم على الخال، ولهذا جاء في الحديث الدليل على فضل بر العم وكذلك إدلائه من جهة أبيه، كما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، ألم تعلم أن العم صنو الأب؟ والمراد بالصنو هو ما كان من أصل واحد وتفرع فرعين. ولهذا الله عز وجل قد بين أن من الشجر صنوان، ومراد بذلك التي تكون جذعا واحدا ثم تنفلق جهتين. فالله عز وجل شبه ذلك، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك بهذه القضية. ولهذا نقول إن الخالة مقدمة في البر على العمة، وأن العم مقدم في البر على الخال، وكل من الأرحام الذين يجب وصلهم، وكذلك أيضا قد دلت الأدلة على فضلهم ومنزلتهم. ولهذا خص الدليل الخالة وخص الدليل العم من جهة القرب، فألحق العم بمشابهته بالأب، وألحقت الخالة بمشابهتها بالأم، كما جاء في حديث البراء بن عازب وعلي بن أبي طالب، وكما جاء في حديث أبي هريرة بالنسبة للعم. ولهذا نقول: إذا تزاحمت العطية للإنسان والبر، ولم يكن لدى الإنسان إلا أمر واحد من جهة العطاء أو الوقت، فيقدم الخالة على العمة. وإذا كانت قد تزاحم لدى الإنسان البر والصلة بين الخال والعم، فإنه يقدم العم على الخال، ويصل ما أوجب الله عز وجل عليه وصله والإحسان. وهذا نقول عند التزاحم. والمؤمن يحرص على إتمام البر والإحسان على من أوجب الله عز وجل عليه وصله، ومن أوثق الأرحام في ذلك صلة وما يتعلق بالخال والخالة وكذلك العم والعمة، ولكن هذا الباب من جهة التفاضل. هذا مقتضى الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.